ولن نساوي على الحق أو الثوابت. أهلا بكم إلى صباحية من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: إقرار 5 بنود ضريبية لتمويل السلسلة وجلسة تشريعية اليوم لمتابعة البحث. عون من روما: لبنان النموذج الأقوى لمستقبل الشرق والعالم على حد سواء. عشرات القتلى والجرحى في تفجيرين في القصر العدلي وحي الربوة في دمشق. أهلا بكم. يستأنف مجلس النواب عند 10 من قبل ظهر اليوم النقاش في سلسلة الرتب والرواتب في غياب رئيسه نبيه بري عن ترأس الجلسات لأسباب اجتماعية. وكان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري قد رفع أمس الجلسة العامة لمجلس النواب بعد أن أقر 5 بنود ضريبية لتمويل السلسلة. تقرير ربيع شنطف. 5 بنود ضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب أقرها مجلس النواب في جلسته المسائية، إذ رفعت التفئة من 10 إلى 11%، كما أقر تعديل تعرفة الصكوك والكتابات المالية وزيادة ضريبة الطابع المالي على القيمة التخمينية للبناء لتصبح 1.5%، كما تم فرض رسم إنتاج بقيمة 6000 ليرة لبنانية على طن الإسمنت. وهنا رفضت كتلتا المستقبل والاشتراك الرسم. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أجرى مداخلات عدة، بينها مداخلة بعد حوالي 1.5 ساعة من المماطلة قبل البدء بالبحث في السلسلة، فقال: بدكن سلسلة أم لا؟ إذا بدكن خلينا نبلش. كما كانت مداخلة سياسية واقتصادية مسهبة للرئيس فؤاد السنيورة، شرح فيها الوضع الاقتصادي معتبرا أن السلسلة يجب أن تترافق مع الإصلاحات والتي رفضت في السابق من قبل الرئيس إميل لحود، ما سمح باستشراء الهدر والفساد. وأكد السنيورة أنه مع إقرار السلسلة، لكن يجب أن تكون منضبطة حرصا على مالية الدولة. وزير المال علي حسن خليل أثنى كما النواب على مداخلة رئيس السنيورة، مشددا على أنه لا يمكن إقرار السلسلة من دون إيرادات ستلحظها الموازنة المفترض أن تقر يوم الجمعة المقبل. الجلسة الصباحية التشريعية أقرت خلالها 10 بنود قبل أن يطالب الرئيس الحريري بالإسراع في مناقشة بند الموازنة في وقت كان قانون الانتخاب حاضرا، إن من خلال مناقشات جانبية للوزراء أو مداخلات النواب. بغياب رئيس مجلس النواب نبيه بري ترأس نائب رئيس المجلس فريد مكاري الجلسة التشريعية التي استهلت بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق محمود المراد. 26 بندا على جدول الأعمال وضعت سلسلة الرتب والرواتب في آخره. بعد إقرار 10 بنود طالب النائبان نواف الموسوي وعلي عمار بتقديم بند السلسلة على باقي البنود، وطلب رأي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالطرح، فقال: واضح أن البلد ناطر السلسلة وهناك مزايدات في مكان ما، ونحن مع السلسلة والإسراع بإقرارها لتعرف الناس موقف الحكومة. عندها قرر مكاري تحديد الساعة 5 موعدا للبدء بمناقشة السلسلة. الجلسة بدت هادئة إلا من حركة مكوكية للوزير جبران باسيل عنوانها قانون الانتخاب. إن داخل القاعة ما دفع بمكاري بمخاطبته قائلا: يا جبران أنت ما قعدت، أو خارجها من خلال لقاء مع النائب وائل أبو فعور. قانون الانتخاب حضر بكلمات النواب بالأوراق الواردة، ففي حين سأل النائب أنور الخليل الحكومة إذا ما كانت بصدد القيام بشيء ما، دعا النائب نديم الجمي للحكومة إلى إرسال قانون الانتخاب أو دعوة الهيئات الناخبة. النائب سامي الجميل تحدث عن تواطؤ بين المجلس والحكومة لعدم إقرار قانون للانتخاب، أما النائب جورج عدوان فطلب من الحكومة عقد جلسات متتالية حتى إقرار القانون. وفيما حذر النائب بطرس حرب من الفراغ، دعا النائب اصطفين دويه إلى إجراء الانتخابات على أساس قانون الدوحة. إلى جانب المواضيع الإنمائية والخدماتية التي أثارها النواب، أشاد النائب علي عمار بلفتة الرئيس الحريري ذو الطلة
البهية كما قال إلى الخروقات الإسرائيلية. أزمة النفايات عادت إلى المجلس من خلال تحذير النائب أكرم شهيب من تفاقمها في الكوستا برافا كما في الكارانتينا إذا لم يتخذ قرار بحل المشكلة. أما النائب سيرج تور ساركيسيان فحذر من الفساد المستشري معطيا مثلا على ذلك تقريرا عن رشاوى الجمارك. نجح رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس مساء أمس في فتح الطريق وفك الاعتصام الذي ينفذه أصحاب الشاحنات والسائقين عند جسر الزهراني في الجنوب، وأعلن أمامهم عن تبني مطالبهم المحقة ضمن الأطر القانونية وطلبهم بمهلة أسبوع لنقل المطالب إلى المسؤولين والمعنيين، وإذا لم تستجب لهذه المطالب فهو سيعمد معهم إلى التظاهر والاعتصام. وكان بعض المعلمين القادمين من الجنوب لم يتمكنوا من الوصول إلى الاعتصام المركزي في وسط بيروت بسبب إقفال طريق الزهراني. ثلاث صرخات انطلقت اليوم على أوتوستراد الزهراني الذي أقفله صباحا بالاتجاهين اعتصام لسائقي وأصحاب الشاحنات. صرخة هؤلاء طالبوا فيها بتسهيل تسجيل شاحناتهم وتحديد موعد سيرهم يومين في الأسبوع نهارا وليس ليلا، كما دعوا إلى فتح المرامل جنوبا إسوة ببقية المناطق وتنظيم دوام عمل الكسارات حتى يتسنى زيادة فرص عملهم. بس اللي نحن كل اللي بدنا إياه يفتحوا لنا الكسارات والمرامل ويسجلونا على المكنات على اسمنا الشخصي مثلنا مثل غيرنا ببيروت المسجل 200 مكنة مع عدم ذكر أسماء. نحن جماعة معطلين عن شغلنا اليوم وعم ندفع ميكانيك هن معطلين وعم يقبضوا. أما الصرخة الثانية فكانت صرخة المعلمين الذين حال اعتصام أصحاب الشاحنات وأغلاق الطريق دون وصولهم إلى ساحة النجمة في بيروت للانضمام لزملائهم المعتصمين أمام مجلس النواب. كل التحركات اليوم مشبوهة مشبوهة لأنها بتهدف إلى ضرب إحقاق الحق وإلى التآمر على هذا الشعب. هول كميان للسلطة، هول إيه اللي بعتون لحتين يمنعوا الاعتصامات؟ لا في مجال غير هذا. التعليمي بلبنان أعطوا كل الفئات بالدولة صحة على قلبهم، بس نحن منعوا عنا حقوقنا لحتى يسكروا المدارس الرسمية. الصرخة الثالثة كانت أكثر دويا وتأثيرا وهي صرخة المواطنين الذين علقوا في سياراتهم فوق الجسر بسبب قطع الطريق وتحته بسبب الازدحام الخانق الذي نجم عن تحويل السير إلى الطريق البحرية فتحول الطريق الجنوب إلى مرآب كبير للسيارات. حاول بعض المواطنين وخاصة الموظفين النفاذ منه إلى طرق فرعية متكبدين مشقة المسافة وخطر التعرض لحوادث سير خاصة بالنسبة لمن حاول العودة بعكس السير ما تسبب بوقوع حادث سقط على إثره عدد من الجرحى. اعتبر رئيس الجمهورية ميشيل عون أن المسيحية المشرقية تعيش اليوم ظروفا صعبة على امتداد الشرق. كلام الرئيس عون جاء فور وصوله إلى روما في زيارة رسمية يلتقي خلالها اليوم البابا فرانسيس. إلى مطار تشامبينو العسكري المخصص لاستقبال رؤساء الدول في روما وصل رئيس الجمهورية ميشيل عون واللبنانية الأولى السيدة نادية الشامي عون والوفد المرافق في زيارة رسمية إلى حاضرة الفاتيكان للقاء البابا فرانسيس. رئيس الجمهورية أعرب عن سروره لوجوده في روما مشددا على الأهمية التي يعلقها على لقائه الحبر الأعظم بالنظر إلى عمق العلاقات التي تربط لبنان وأبنائه من كافة الطوائف بالكنيسة والأحبار الأعظمين، وشدد عون على أن للكرسي الرسولي مكانة خاصة في قلب كل لبناني إذ لطالما وقف المسؤولون فيه إلى جانب لبنان في مختلف الظروف الصعبة التي اجتازها على مر تاريخه. وأكد عون أنه يحمل إلى قداسة البابا فرانسيس رسالة محبة باسم اللبنانيين جميعا ورسالة اطمئنان أن لبنان الذي تعافى يسير على طريق الوحدة وهو يتطلع إلى أن يلعب مجددا دوره في منطقته والعالم كمساحة طلاق واحترام لحق الاختلاف والتنوع. واعتبر رئيس الجمهورية أن المسيحية المشرقية التي تعيش اليوم ظروفا صعبة على امتداد الشرق مهد المسيحية والإسلام في آن تتطلع إلى هذه الزيارة ببارقة أمل لتؤكد من خلالها أن لبنان مثال العيش المشترك الواحد يبقى على رغم الصعاب النموذج الأقوى لمستقبل الشرق والعالم على حد سواء. وبعد استراحة قصيرة في صالون الشرف انتقل رئيس الجمهورية إلى مقر إقامته حيث عقد على الفور اجتماع عمل مع كبار معاونيه للاطلاع على الترتيبات النهائية لبرنامج لقاءاته في الكرسي الرسولي التي ستبدأ الخميس. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. بشار الأسمر رئيسا للاتحاد العمالي العام.
أهلا بكم من جديد. ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين. الاجتماع الذي وصفه وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بالمثمر والجيد جدا، تم خلاله مناقشة مسودة سياسة الحكومة بشأن النازحين. ناقشنا مسودة سياسة الحكومة تجاه أزمة النازحين، يعني تداولنا بكافة الأمور على أمل أن يضع جميع الوزراء كل ملاحظاتهم. اتفقنا أنه يوم الجمعة يكون في عنا كل الملاحظات لدى مكونات اللجنة الوزارية بهذا الموضوع. الأمور طيبة وجيدة، وبإمكاننا نقول أنه اتفقنا على أكثر من 80% من المسودة اللي أعلناها واللي وزعناها على الجميع. احتفالية السعودية في قلوبنا في وسط العاصمة بيروت أكدت عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة. برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات جمال الجراح، نظمت احتفالية تحت عنوان السعودية في قلوبنا من قبل مجموعة الناقور العالمية للاستثمار، وذلك في صالة البافيون رويال في البيان. الاحتفالية التي شهدتها العاصمة بيروت جمعت حشدا من رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين بالإضافة إلى شخصيات سياسية ودبلوماسية، جرى التأكيد خلالها على عمق العلاقات اللبنانية السعودية ودور المملكة في الوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين. نعم، السعودية في قلب الرئيس سعد وقلوبنا جميعا، وهي التي وقفت إلى جانب لبنان ومدت له يد العون في الأزمات الصعبة. نعم، السعودية في قلب الرئيس سعد الحريري وقلوبنا جميعا، وهي التي دعمت الدولة في لبنان ولا شيء غير الدولة ومؤسساتها الشرعية الرسمية. نعم، السعودية في قلب الرئيس سعد الحريري وقلوبنا جميعا، وهي التي لم تمن لبنان واللبنانيين يوما على مساعدتها ومساهمتها. إن علاقة لبنان بالمملكة هي علاقة تمثل نموذج فريد في العلاقات العربية العربية، علاقة تجاوزت الأطر الرسمية والدبلوماسية وأصبحت علاقة إنسانية واجتماعية بامتياز. فالعلاقات السعودية اللبنانية بنيت على أساس كلمة واحدة قالها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه بشكل صريح وعلني لأبنائه، وهي لبنان وطنكم الثاني. ونعم، لبنان وطننا الثاني. واليوم مع الرئيس سعد الحريري المسيرة مستمرة، لأنه الأكثر حرصا على هذا الإرث الذي يعتبره أمانة ثانية سيحافظ عليها برموش العيون. الاحتفالية التي قدمها الزميل في إذاعة الشرق عمر الفاروق النخال تخللها تكريم شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، أبرزها النائب بهية الحريري. انتخب رئيس نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت بشار الأسمر رئيسا للاتحاد العمالي العام بإجماع أعضاء الجمعية العمومية التي انعقدت بحضور وإشراف ممثلين عن وزارة العمل. الأسمر أشار إلى أن الاتحاد سيكون حكومة ظل تواكب القضايا المطروحة وتقف مع العاملين وذوي الدخل المحدود. في مخيم عين الحلوة في صيدا ألقيت الليلة الماضية قنبلة يدوية في حي الرأس الأحمر من دون وقوع إصابات. وفي الأخبار الإقليمية والدولية بعد الفاصل، القوات العراقية تقترب من جامع الموصل الكبير. أهلا بكم من جديد. في خرق لأمن النظام في أقل من أسبوع في العاصمة دمشق، تفجيران انتحاريان في قصر العدل وأحد المطاعم ما أدى إلى مقتل العشرات. من جهة ثانية قتل العشرات من المدنيين في مجزرة ارتكبتها طائرات روسية في إدلب. ساعة واحدة فصلت بين تفجيرين انتحاريين ضربا العاصمة دمشق. الانفجار الأول كان في منطقة الحميدية داخل قصر العدل الذي يضم مكتب وزير العدل وعددا من المحاكم
حيث آثار الدماء حاضرة بعدما فجر انتحاري نفسه وسط زحمة المراجعين لمعاملاتهم، ما تسبب بمقتل أكثر من 30 شخصا وجرح العشرات. عملت سيارات الإسعاف على نقلهم للمستشفيات. أما التفجير الثاني فجاء نتيجة محاصرة عناصر النظام للانتحاري في منطقة الربوة، حيث حاول الهروب والتحصن في أحد المطاعم قبل تفجير نفسه وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح. وفي الوقت الذي تطرح علامات استفهام حول هذه الخروق الأمنية، اتخذت المقاتلات السورية والروسية مما حصل ذريعة لارتكاب المزيد من المجازر، حيث قتل أكثر من 20 شخصا في حي القصور بإدلب بعدما سقط مبنى تقطنه 8 عائلات من مهجري حلب. ولم يهدأ القصف الجوي والمدفعي الروسي والسوري على ريفي حلب الغربي والشرقي، في وقت صعدت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها حملتها على الأحياء الشرقية لدمشق عبر قصفها حيي تشرين والقابون وبساتين بارزة بعشرات صواريخ أرض أرض، وسط غطاء جوي روسي في محاولة للتقدم داخل الأحياء المحاصرة. تضاربت الأنباء حول مشاركة وفد لفصائل المعارضة في مفاوضات أستانا، في وقت أكدت الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران التزامها بتعزيز الهدنة في سوريا. وقال رئيس وفد روسيا أن بعض المندوبين الروس والأتراك والإيرانيين سيبقون في أستانا للاجتماع مع ممثلين عن المعارضة السورية من دون تحديدهم. وتابع أن من بين المقترحات التي تمت مناقشتها مقترح بشأن تشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري. وأكد رئيس الوفد الروسي أن اجتماع أستانا المقبل سيعقد في 3 والرابع من أيار المقبل، على يسبقه اجتماع للخبراء في طهران في 18 و19 من إبريل المقبل. تدخل الثورة السورية اليوم عامها 7، فماذا عن البدايات بعد 6 سنوات من الانطلاقة الأولى؟ وماذا عن المآسي التي عاشتها سوريا وما تزال؟ إطلالة على سوريا بين الأمس واليوم في هذا التقرير. في مثل هذا اليوم من العام 2011 وتحديدا الساعة 11 ظهرا، موعد لم يكن عاديا بل غير الخريطة السورية اجتماعيا وسياسيا. في هذا اليوم وللمرة الأولى منذ 45 عاما ارتفعت الهتافات ضد نظام حكم آل الأسد، وكانت الشرارة التي أطلقت الثورة السورية. في هذا اليوم تظاهر عشرات الأشخاص في سوق الحميدية وسرعان ما تحولت إلى مئات يجوبون شوارع. تزامن ذلك مع كتابة عدد من الأطفال لشعارات على جدران مدرسة في درعا تدعو إلى الثورة في سوريا، ليقوم رئيس فرع الأمن السياسي آنذاك عاطف نجيب باعتقال الأطفال وبإهانة أهلهم، الأمر الذي أشعل الفتيل في درعا. وتوالت التظاهرات من درعا وامتدت إلى حمص، بنياس وريف حلب واللاذقية ودير الزور لتشمل الأراضي السورية عموما. تدخل الثورة السورية في عامها 7 والسوريون مفرقون في أصقاع الأرض، غرق منهم في البحر من غرق، واعتقل منهم من اعتقل، وقتل من قتل، وملأوا الأرض بمأساتهم التي لم يشهد القرن مثيلا لها. المرصد السوري لحقوق الإنسان في الذكرى 6 للثورة نشر إحصائية عما جرى خلال السنوات 6، نحو 470 ألف قتيل وأكثر من 2 مليون جريح سقطوا منذ انطلاق الثورة السورية. حتى 5 من الجاري سجل مقتل نحو 92 ألف مدني، منهم 16 ألف طفل و10 آلاف امرأة. أما حصيلة قتل المقاتلين السوريين فوصلت إلى أكثر من 52 ألف قتيل، فيما زاد عدد القتلى من المنشقين عن قوات النظام إلى 2603، وبلغت الخسائر البشرية في صفوف النظام نحو 61 ألف قتيل، إلى جانب 43 ألفا من القوات الرديفة و1400 من حزب الله. بينما ازدادت الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين الموالين للنظام من عرب وأجانب إلى 5362. وتمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق مقتل 14712 معتقلا، وهذه الإحصائيات لا تشمل مصير أكثر من 5200 مختطف في سجون داعش. في تطورات الموصل، سيطرت القوات العراقية على الجسر الحديدي الذي يربط شطري المدينة، فيما ارتفع إلى 80 ألفا عدد النازحين من المعارك في غربي العاصمة. اقتربت القوات العراقية من الجامع الكبير الذي كان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أعلن فيه قبل حوالي 3 سنوات
عن إقامة دولة الخلافة. وأكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن عملية تحرير الموصل من سيطرة التنظيم الإرهابي أصبحت في مراحلها الأخيرة. قائد عمليات نينوى أعلن أن قواته سيطرت على ناحية بدوش بالكامل في الموصل بعدما تمكنت من السيطرة على الجسر القديم الرابط بين جانبي المدينة وسط معارك شرسة مع مسلحي تنظيم داعش. وباستعادة هذا الجسر أو ما تبقى منه باتت القوات العراقية تسيطر على 3 من 5 جسور في الموصل فوق نهر دجلة والتي دمرت جميعها على أيدي مسلحي داعش أو غارات التحالف. مصادر عراقية أشارت إلى أن المقاتلات الحربية كثفت غاراتها على مواقع داعش في منطقة باب الطوب ما أدى إلى توقف حركة نزوح المدنيين. من جانبها أعلنت الشرطة الاتحادية أن قوات من الفرقتين الخامسة والسادسة تتقدم في منطقة الباب الجديد في اتجاه أهدافها المرسومة في باب البيض. وعلى صعيد آخر أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين من غرب الموصل إلى 100,000 منذ انطلاق عملية التحرير الجانب الأيمن في 19 من شباط الماضي. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا ما تقوم به إيران من أعمال لزعزعة استقرار المنطقة، وأكدا أهمية التصدي للأنشطة الإيرانية في المنطقة. كذلك اتفق الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي على التعاون العسكري بين البلدين في مواجهة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لجميع الدول، إضافة إلى إقامة شراكة استراتيجية قوية ودائمة على أساس المصالح المشتركة، لا سيما برامج اقتصادية مشتركة بقيمة 200 مليار دولار. وأضاف البيت الأبيض أن ترامب أعرب عن رغبته القوية في تسوية دائمة وشاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: إقرار 5 بنود ضريبية لتمويل السلسلة وجلسة تشريعية اليوم لمتابعة البحث. عون من روما لبنان النموذج الأقوى لمستقبل الشرق والعالم على حد سواء. عشرات القتلى والجرحى في تفجيرين في القصر العدلي وحي الربوة في دمشق. نهاية النشرة، إلى اللقاء.